بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا أخواني. طبعا بثنا المستمر كما نحن مستمرون في قضيتنا ولقضيتنا، قضية المتعثرين دائما، التي ولها ولأصحابها طول الوقت. يا إخوان، يا ريت نشير اللايف والبث وننتظر شوية. وعليكم السلام أخونا نبيل، أخونا أحمد البوزية، مساء الخير عليكم جميعا. ننتظر قليلا. طبعا بعتذر قليلا ليتسع المشاهدة. متعثرين إخواننا، نعمل شير للبث بعد إذنكم. مساء الخير عليكم جميعا، أخونا نبيل، إبراهيم مناصرة، أبو أحمد بركات، أحمد البوزية، عبد الحميد، عاطف. إن شاء الله بنتحدث على أخوي إبراهيم على آخر الأخبار. إحنا دائما قضيتنا طبعا اخواني، بعد سلمنا على الجميع. خلينا نعمل شير للبث بعد اذنكم. خلينا يكون اخواننا المتعثرين معنا، يكونوا معنا، لانه هذا البث بث المتعثرين دائما لكم، لقضيتنا، قضيه الوطن. بعد إذن الجميع، بس ثواني. طبعا بمسي عليكم جميعا، مساء الخير، مساء الخير على الوطن، على قائد الوطن. في هذه أيام الحظر، يوم الجمعة، بتمنى السلامة لكل أهلنا في الأردن، لكل الشعوب الإسلامية والعربية والعالم من هذه الجائحة، اللي إن شاء الله ربنا يعديها على خير على الجميع. طبعا أخواني، من قضيتكم، قضية المتعثرين اللي هي حق لكل إنسان على أرض هذا الوطن يتكلم فيها، لكل متعثر الحق الحديث فيها، لكل شخص الحق يتحدث فيها. طبعا إخواننا ما بيقصروا، الناشطين والقائمين على هذه القضية، قضيتنا الآن. أحد الأخوة سأل آخر الأخبار. أخونا نبيل، يسعد مساك حابس، مساء الخير. طبعا مساء الخير عليكم جميعا. أخونا جلال حجاوي، مساء الخير. عمار عمار، أخونا فارس شقير، مساء الخير. مرزوق الشوبكي، جميعا يا أخوان يا ريت نعمل نشر للبث. مساء الخير خالد الزعبي، جميعا مساء الخير عليكم. الأسماء اللي ذكرتها والتي لم أذكرها إذا مرت، محمد الرقاد، مساء الخير عليك. الوطن، الوطن وأكبر قضايا الوطن، قضية المتعثرين اللي إن أكثر من 3 سنوات ونص بنتكلم فيها. لا أعلم
حكومتنا الرشيدة ليش هذه القضية لغاية الآن بالأدراج؟ لماذا تحفظ بالأدراج لهذه اللحظة؟ نعلم من خلال التسريبات ونعلم أنه في أوقات كانت على الدائرة طاولة للحل وللنقاش، ليش كل مرة تتأجل؟ عارفين كل خيرة، كل تأخيرة فيها خيرة زي ما بيحكوا، لكن التأخير كثير هذا ضر بأبناء الوطن، ضار بالمتعثرين. على الحكومة السرعة في حلها. كانت 5 سنوات، شو ظل بدهم منا؟ في حد من اللي بدهم مني مصاري استفاد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أخوي نبيل، نعم السجن هو مش الحل، السجن ما حد مستفيد، لا الدائن ولا المدين. وهي أكبر مثل، هي قاعدة تحكي سجنت 5 سنوات، مين اللي استفاد؟ هل الدائن استفاد؟ لا ما استفاد. تكلم في مثل 1.5 سنوات انه السجن ما في منه فائدة، بالناشد الحكومة ومناشدتنا الآن لجلالة الملك بالتدخل السريع. جلالة الملك سيد البلاد الأردنيين، قضية المتعثرين هذه حلها هاشمي، نناشد جلالة الملك بالتدخل أنه في توجيهات دائما ودائمة ومستمرة من جلالته الحكومة وللجميع بحلها. أخوي عمر مساء الخير، أخوي أبو ركان مساء الخير، أخوي قسيم مساء الخير. مستمرة لحلها، ليش الارتجاف من دولة الحكومة ودولة رئيس الحكومة إصدار القرار؟ لا نعلم. الآن المتعثرين ما بدهم إشي، بدهم سنتين تعطيهم فرصة وحرية بالحركة، تسويات من دون الربع القانوني، خلي الناس كلها تقدر تعمل تسويات مع الدائن. غير هيك صعب، لأنه بدون ما ينشال الربع القانوني صعب إنه الناس تعمل تسويات. ما مصاري، الوضع الاقتصادي سيء، وانتم بتعرفوا إنه هذه كلها نتيجة سياسات خاطئة أدت تعثر أبناء الوطن ونسبة كثيرة من أبناء الوطن، والتعثر بازدياد يوم عن يوم. مساء الخير أخوي أبو عرفة، مساء الخير أخوي رائد. المتعثرين مش طالبين إشي، طالبين سنتين. آخر الكلام نتحدث، نطلب سنتين ليش؟ لأنه الوضع الاقتصادي الآن ما بيساعد أي إنسان على التسويات، بالإضافة أنه إنشال الربع القانوني. لو إنشال الربع القانوني أصلا قضية المتعثرين كلها انحلت، يعني بكلمة واحدة انحلت قضية المتعثرين. الربع القانوني لو ينشال أصبحت سهلة على الجميع أنه يروح على المحكمة ويطرح تسوية عند القاضي ويقبل القاضي بهذه التسوية أو قاضي الأجرة، فأصبحت سهلة قضية المتعثرين حلها. ما طلبنا إشي كثير، سنتين ممكن تنحل كل قضايا المتعثرين. بعدين قضايا المتعثرين لا تتجزأ، فيش إشي اسمه تحت 100,000 وفوق 100,000. نعم شكرا للمجلس القضائي على قراره سهل شوية، لكن من باب آخر إحنا مش قادرين نتحرك، من باب آخر ما في شغل، من باب آخر الوضع الصحي بالبلد الآن بيلزم الناس إنه تجلس ببيوتها، صعب الحركة للعمل. أسلم حل هو إعطاء السنتين الآن للناس، لعل ولا عسى هذه الجائحة تنتهي قريبا إن شاء الله والناس تتحرك. طبعا أخواني مساء الخير عليكم جميعا، أخوي وسام أخوي أبو عرفة والجميع وأخوي وليد طبعا أخوي الاتفاقات الدولية والمعاهدات والتوافقات اللي حصلت وكل هذا إحنا الآن ما بنتكلم عليه، لأنه هذا تكلمنا عليه كثير وحكينا فيه كثير. المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الداخلية.
الآن إحنا قبل يومين كما شفنا توجيهات رئيس الوزراء دولته بتشكيل لجنة حقوق إنسان لتنفيذ المعاهدات الدولية، وإن شاء الله أن المعاهدة الدولية راح تطبق قريبا بإذن الله. لكن إحنا الآن في صدد وضع حالي لحل قضية المتعثرين، كلمتين هي تسويات بدون الربع القانوني، إعطاء فرصة سنتين للناس، هذا أسلم حل حاليا ينعطى للناس. متعثرين، بتأمل من جميع المتعثرين، كل واحد يحكي قضيته. متعثرين، هذه مش حكر على سامر ولا طارق ولا محمد، نشكر كل القائمين عليها، نشكر الأستاذ طارق، نشكر كل من يتكلم بهذه القضية. قبل دقائق بجوز انتهى بث لأخونا مهند العطريات برضو يعطي العافية، كل واحد بيتكلم بالقضية يعطي العافية. إحنا الآن هذه قضية المتعثرين لازم كل واحد، أنا حتى المتعثرين مش شايفهم، يعني عندي 45 واحد على بث لقضية أصبحت تتجاوز 1,000,000، وين المتعثرين؟ بعدين اليوم عطلة، اليوم حظر، يعني مش كل واحد، ما أتوقع مش كل واحد قاعد ببيته، ما فيش واحد عنده نت، وين ما ظلش واحد ما عنده نت، طول النهار تتسلوا على الفيسبوك وعلى الواتساب. فأنا مش عارف وين المتعثرين. المتعثرين إذا وين حل قضيتك؟ بدك تحل قضيتك وأنت مش على قضيتك؟ عندك صفحة تابعها. أنا يعني بعتب على الناس اللي الآن هي فكرت إنه انحلت وقاعدة، يعني أخذت كف طلب وقاعدة. إيش كف الطلب؟ أنت مش قادر تتحرك وقضيتك ما انحلت، قضية المتعثرين ما انحلت. إحنا بنشكر المجلس القضائي على الطرح اللي حصل والقرار اللي حصل، بنشكر القائمين اللي جابوا على إنه كف الطلب، الآن الناس تتابع لغاية انتهاء وضع الكورونا. لكن شو بعد هيك؟ شو مصير الناس اللي قاعدة فوق 100,000؟ هل المتعثر 100 دينار متعثر و 100,000 دينار مش متعثر؟ مش معقول الكلام هذا. يا دولة رئيس الوزراء بكفي هالقرارات بالأدراج، يا ناس اتقوا الله بها الشعب، يا دولة رئيس الوزراء. ومناشدة الآن هي لجلالة سيد البلاد، احنا ما يعني جلالة سيد البلاد هو فوق الجميع، وتوجيهاته فوق الجميع، وحل القضية في توجيهات من جلالته يومية ومستمرة. ليش هالقرار مش راضي يصدر؟ خلينا نفهم هالقرار ليش مش راضي يصدر. كل الاحترام لكم جميعا، اخوي مساء الخير عليكم، اخوي ابو محمود، اخوي مصطفى الزعبي، ياسين القدسي، كل الاسماء اللي مرت. بكفي. هل البنوك هي المتحكم في مصير شعب؟ خلينا نفهم. البنوك اللي أخذت بيوت الناس، البنوك اللي شردت الناس، البنوك اللي شتتت الناس. يعني أنا امبارح أخ إنا من مصر بيحكي معي، كل قضيته بطاقات ماستر كارد، كل قضيته مهندس. يا رجل أعطيه فرصة سنتين. إحنا مع سنتين، إحنا مع تسويات من غير الربع القانوني، خلي الناس تعرف تتحرك. طبعا الفائدة تنشال، فوائد هذه لا يعلم بها إلا الله تنحط، دمرت الناس. نناشد جلالة الملك بالتدخل السريع، نناشد سمو ولي العهد بالتدخل. يا دولة رئيس الوزراء، في توجيهات من جلالة الملك بنطلب انك تنفذها. قضية جوازات السفر، الناس اتدمرت بالخارج، المتعثرين اتدمروا بالخارج. جوازات السفر، يعني احنا الاسبوع الماضي شاهدنا، خلينا نرجع مقابلة نقيب المحامين الأستاذ مازن الرشيدات على بث الأستاذ طارق أبو الراغب على قناة إيوان، كان أشد المعارضين في قضية المتعثرين. أنا مش فاهم،
مش فاهم يعني، يوم احنا بنكون مع ويوم بنكون ضد. مازن رشيدات صرح بالفم المليان، جوازات السفر حق دستوري وجب ان تجدد، لا قضية مالية سوى قضايا امن الدولة احنا معك، قضايا امن الدولة لا تتجدد الجوازات، لكن قضايا مالية يجب ان تجدد الجوازات. شو اللي بيصير هذا؟ شو الحكي اللي بيصير؟ مش عارف. يجب ان يصدر قرار بتجديد جوازات السفر، يجب ان يصدر قرار بإعادة جميع المتعثرين للي خارج الوطن، يجب ان يصدر القرار بسنتين اعطاء مهلة للناس، تسويات من غير الربع القانوني، خلي يتسنى لكل الناس انه تعمل تسويات. انحلت قضية المتعثرين لعلمكم، يعني هو لو يصدر قرار تسويات من غير الربع القانوني الكل بيركض يعمل التسوية، ان كان انا ولا انت ولا غيره كله بيركض على الدائن، راح يركض في قاضي في محكمة، والقاضي يجب ان يرضى بالتسوية. بعد السنتين انت شوف، احنا بنتكلم على دائن حسن النية، دائن بده يسد، ما بنتكلم بعد السنتين اذا شفت الدائن ما عرض تسويات عفوا المدين حسن النية اذا ما عرض تسويات وما بده يسد، يا سيدي اسجنه وراح يكون عندك داخل البلد. ما انت هيك عملت منع سفر، باي حق انت الان تارك الناس لا في شغل ولا مشغلة، بلد واقفة سنتين، يعني بجوز يا دوب الإنسان يتنفس، خلي الناس تسد. وأكبر مثل نضرب لك إياه، هاي أخواننا انسجنوا 5 سنين، شو استفاد؟ لا دائن استفاد ولا مدين استفاد، إلا أنه عيلته تشررت، نساء اتطلقت. على فكرة يعني القضايا الشرعية، يعني نص القضايا الشرعية أصبحت على المتعثرين، هي الآن قضايا شرعية بعد التعثر. طبعا هنشوف في اخونا مالك ما بعرف برن. الو، وعليكم السلام اخوي مالك، انا على البث يعطيك العافيه. الو، ف كل الاحترام اخواننا، يعني بلاش ترنوا على الماسنجر، احنا على البث. قضية المتعثرين قضية من 3 سنوات 4 سنوات بنتكلم فيها، لم تترك ولن نتركها، احنا مستمرين فيها لحين انتهائها. حكينا نشكر المجلس القضائي على قراره، أصدرت قرار لتحت 100,000. هل 100,000 دينار مش متعثر؟ مش معقول 100,000 إلا دينار متعثر و100,000 دينار مش متعثر. أنا بعرف أشخاص كثيرين بدهم يسدوا ومبالغهم 150 و200 و300 و400، أشخاص بدها تسدوا مليون و2 مليون، كله بده يسد. المديونية بحجم الشغل، كل إنسان مديونيته بحجم الشغل. أخوي مالك إذا أنت معنا على البث وبدك عندك حديث بس شوية، أنا بعمل اتصال معك أو بعث لي هون. بعدين اخواني يعني احنا اغلب الصفحات شفتها، يعني هلا لكل انسان، احنا ما بصير نقاطع الانتخابات، كل انسان له الحق يرشح مرشحه وصفحته يكتب عليها، لكن احنا اخواننا النواب ما عملوا لنا شيء ولن يعملوا النواب الجايين لنا شيء، هذا تاكدوا في الكلام. فانا برجو من جميع المتعثرين، جميع المتعثرين اخواني، احنا صفحاتنا مش دعاية انتخابية ولا احنا مع النواب، لأن مجلس النواب لن يحل قضيتنا. لو ادوا حل قضيتنا او في بايده حل قضيتنا كان حلها بال4 سنوات الماضية، كانت بين ايديهم بشلوها من مكتب لدور، وكلها وعودات وكذب، وشفنا الوعودات والكذب اللي حصلت ويا ما نبهنا عليها. فيعني اخواننا الان ما انا بعتب على بعض الصفحات، يعني شفتها بقول لك انه احنا ندعم المرشحين التالية اسماء او مسؤول على المرشحين. يا اخوان سيبونا من الانتخابات، ربنا ينجحهم، ينجح مين ما نجح، لكن احنا خلونا بقضيتنا، قضية المتعثرين، سيبونا من موضوع النواب فيها.
قضيتنا قضية المتعثرين حلها جلالة الملك فقط، هاشمي، الحل هاشمي. نوجه نداءنا لجلالة الملك. نعرف جلالة الملك حفظه الله وجه توجيهات كثيرة لحكومة دولة حكومة الرزاز بحل القضية. أوعد دولة الرزاز في نهاية شهر 3 كان بحل قضية المتعثرين. وين الإيفاء بالعهد؟ شو اللي ماسك ايديك يا او قلمك يا دولة الرزاز بحل قضية نص الشعب الاردني يا اخوان؟ المتعثرين مش 180,000 ولا 200,000، الرقم فاق، الرقم وصل المليون. جميع اخويا بعرفة احنا ما في تجزئة، لكن هذا الوضع اللي حصل نشكر المجلس القضائي، قد يكون هو رؤية للمبالغ الأعلى، لكن بدنا قرار سريع، بدنا قرار سريع لحل القضية، بدنا صدور قرار لحل القضية. حل القضية بناء على توجيهات ملكية وصلت لدولة رئيس الوزراء ومجلس رئيس الوزراء بحل قضية المتعثرين. بعدين يا دولة رئيس الوزراء، إذا ما انحلت قضية المتعثرين ستبقى قضية قائمة إلى أبد، متعثرين بتوالوا بتزايدوا. دكتور هيثم الكركي، مساء الخير. مساء الخير على الجميع. فهذه قضية مش لليوم، بعدين القضية هي نتاج عشرات السنين، نتاج سياسات اقتصادية، حكومات على مدى 10-15 سنة، هذا نتاجها تعثر أغلب تجار الأردن. التعثر الحالي، طبعا الكورونا أحد أسباب الآن، لكن شو الحل؟ مصير هذا التجار، مصير المتعثرين، إلى متى ستبقى المتعثرين؟ انتهى أمر الدفاع. سؤال لدولة رئيس الوزراء.